انه هيعيش العالم عايشته ونحن عايشين عيشه. كل شيء بيطلع بايدي بس انه حيك. بما اني سرقت رح اصلح غلطتي ورح اسلم السيدي للشرطه. لو بدي لاقي اي واحد ادفع له مصاري لحتى يتجوزني، بس اي هم لا. دخيلك يا ربي، دخيلك يا ربي تحميها. عيشتيني بالقهر والنكد، نكدتي كل يوم تسليني وما اعرف ليش عم تسليني. انت شو فرق معك؟ انت ما صار عليك شيء، بس انا اصلا لو تعلمتي مني شيء ما كنت وقعتي هي المعصوم. مشان هيك انا رح ساعده. خلص خلص، فهمت انه انا صغيره وما لازم ينحكى شيء قدامي بهالبيت. ما بيعجبه كلامي لانه هو مفكر انه انا مقفل شركاتي وعم اشتغل شوفير تاكسي. مو المهم يعجبني كلامك، المهم انت يعجبك كلامي. لك يا قبلي انا معك، لك لعيونك انا. صار عمره هالعمر يصطفل بحاله. الله هذا مو ضرحة تنبشي. قلتي لي قرفانة. وتجريم المتهم سوسة مصطفى بجناية القتل العمد. مالي يا ركزة عدل. بكرة المصاري لازم تكون محولة يا وسخة. بعد أنا أقول لك مضر. إن شاء الله مضر. مضر ارتكب جريمة قتل. شو؟ ماله على هلا ولا هلا من أمي يا حسين؟ قاعد كمان شي مرة أقول إنه هاد الزلمة اللي رباني لح تصر تشط طول بعرض. الحق عليها كلان همي. هذا المبلغ دبروا حالكم فيه وحياتك. هذا كله دين برقبتي لك سكون. منيح طلع شغلتنا تعاطي مو اتجار. بدي السيدي اللي حكيت لي حتى نقدر نوصل للسيدي قبل حكمة بيك. انا خايفة عليك مش عن حكمة بيك. انا بدي اياك انت اللي تنسى القصة. دايم بسحبه تلبشني قولي على بعض بعضين بعضين بعض. لا بدك تطول بالك. واذا بتفتح تمك بحرف بحرف واحد بتعرف شو بصير فيك. انت ذنبك انه امك بوسينة. نحن عم نوصل بنت بريئة لحد المشنى. والله عصبيتك وجنانك رح يودوك لحد المشنى. لازم تسألني كيف تجوزت مسعود. مسعود الحشاش اللي بعمر أبي، اللي كنت أكل منه قتل البهايم ما بتتحمله. أكيد عم تمزحي، أنت وياه بتحبوا بعض وعم تفكروا بشكل جدي كمان. يا إيفا هذا منظر واحد خرج يرتبط. شو يعني؟ عم تتسلى فيني؟ بحبك ورح أضل إلك لتخلص صلاحيتي. أنا